أسعد باستضافة الأستاذ أوفا سليم، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا في الطور الثانوي. صباح الخير سيدي. صباح النور، تحية صباحية لكل مشاهدي قناة الشروق نيوز، وتحية صباحية لكل مهتمين بالشؤون التربوية والذين المعنيين بشهادة البكالوريا 2024. شكرا لك أستاذ، وشكرا على تلبية الدعوة. إذا اليوم أستاذ كل الشعب على موعد مع مادة التاريخ والجغرافيا، هي مادة مهمة معاملها عند الأدبيين أربعة وتسيير الاقتصاد أربعة. نعم، استطلع الزملاء منذ قليل انطباعات التلاميذ، كانوا متخوفين نوعا ما من هذه المادة، إلى ماذا يرجع ذلك أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعرف أن مادة التاريخ والجغرافيا هي من المواد التي يمتحن فيها جميع التلاميذ في اليوم الرابع يوم الأربعاء، وهذه المادة تقريبا في كل الولايات ما عدا بعض الولايات المعنيين باللغة الأمازيغية تجتاز لوحدها. معناتها التلاميذ البارحة في المراجعة كانوا فقط معنيين بمراجعة مادة التاريخ والجغرافيا، نعم، يعني على عكس صلب الاهتمام مادة التاريخ والجغرافيا، وبالتالي كانت حديث العام والخاص هي مادة التاريخ والجغرافيا. التخوف من التلاميذ راجع إلى أولا لأنها هي مادة فيها مادتين التاريخ والجغرافيا. إذا درس التلميذ مادة التاريخ فتبقى له مادة الجغرافيا، والعكس صحيح. وهذه المادة فيها تحمل عدد كبير جدا من الأسئلة، فيها مصطلحات وفيها شخصيات وتواريخ وخرائط ورسومات بيانية وتعليق على الجداول ومقالات في التاريخ والجغرافيا. فيها أسئلة مباشرة وفيها أسئلة غير مباشرة، لذلك هناك تخوف من التلاميذ، كذلك لكثافة البرنامج، ثلاثة فصول، الفصل الأول والثاني والثالث. نعم. مع كثرة المواد يصبح التلميذ في ضغط كبير، وبالتالي لمسنا بعض التخوف، نقدر نقول الذي استعد ويعرف كيف أو حضر جيدا فتقريبا ما كانش هناك تخوف كبير، لكن يبقى التخوف من ربما أسئلة مفاجئة، ربما من أسئلة الفصل الثالث، ربما يبقى من أسئلة غير لم يجهز نفسه التلميذ لها. نعم أستاذ، سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن قبل ذلك نربط الاتصال بمدير التربية لولاية غردايا سيد غالي خثير. صباح الخير. صباح الخير مستمعي الكريم، وصباح الخير لقناة الشروق الإخبارية، وتحية طيبة ومباركة لكم لمرافقتكم لقطاع التربية الوطنية، الرسالة الوطنية التي نعني بها الجميع. نعم سيدي، بداية كيف تجري امتحانات البكالوريا يومها الرابع في ولاية غردايا؟ طبيعة الحال ولاية غردايا كبقية ولاية الوطن كانت في الموعد، وقبل ما نخوض في الإحصائيات وفي الأمور، إذن اليوم الرابع نسجل انطباع حسن لدى تلاميذ بموضوعية هذه المواضيع، وهي في متناول التلاميذ المتوسطين، كانت عليهم بردا وسلاما، ونأمل إن شاء الله تكون نتائج جد إيجابية. بالنسبة لولاية غردايا عدد مترشحيها 10,026 تلميذ، منهم 3,668 مترشح حر و62 مترشح بمؤسسة إعادة التأهيل، ولدينا 9 حالات من ذوي الهمم من عندهم إعاقة حركية أو مخفوفين، وكل المراكز وفر لهم تكييف بحكم أن هذه المنطقة في هذه الأيام فيها ارتفاع لدرجة الحرارة، لكن الحمد لله كل المراكز مكيفة، والماء الموجود بالكمية الكافية والتبريد، وحتى كل الأمور راهي في متناول التلاميذ وفي متناول الأساتذة والمؤطرين. نعم سيد خيثر، ربما ماذا عن الإطعام، عن النقل، كيف تم التكفل بالمترشحين في ولاية غردايا؟ في ولاية غردايا تم تخصيص ما يقارب 19 حافلة للتلاميذ، وبالتالي التلاميذ يتم نقلهم عن طريق حافلات مكيفة، أقول مكيفة، وبالتالي يعني حتى التكييف على مستوى الحافلات. كذلك الشيء بالنسبة للسادة الأساتذة الذي سخرت لهم ما يقارب 39 يعني حافلة
وكذلك كل المراكز سخرت لهم سيارات، ويصبح مجموع السيارات ومجموع الحافلات التي سخرت لهذا الامتحان بفضل السيد والي الولاية الذي أعطى تعليمات صارمة وتم يعني احترامها 100%، وشكر موصول أيضا لمديرية النقل ومدير النقل على تكفل بهذه العملية. وكان مجموع الحافلات ما يقارب 116 حافلة وبين حافلة وسيارات تحت التصرف. بالنسبة لعملية الإطعام، حتى يكون الإطعام صحي هناك لجنة مكونة من الفلاحة، مديرية الفلاحة ومن خلالها البيطرة ومديرية الصحة ومديرية التجارة وممثل مديرية التربية اللي هو على مستوى مفتش مطاعم المدرسية. انشأنا أو خططنا 18 مؤسسة كمركز لإطعام 41 مركز، أي إطعام كل سادة أعضاء الأمانة والحراس والتلاميذ المتنقلين من مكان بعيد، حيث عدد الوجبات التي نوفرها ما يقارب 27650 وجبة غذائية. الحمد لله كل الأمور متاحة، كل الأمور عادية لليوم الرابع من هذا الامتحان. نعم، اليوم يعني يختتم المترشحون في شعبة الأداب والفلسفة امتحانات البكالوريا، فيما يبقى اليوم يوم غد فقط. بالنسبة لبقية الشعب، هل سجلتم ملاحظات من قبل رؤساء المراكز، من قبل أولياء التلاميذ فيما يخص سيرورة الامتحان خلال الأربعة أيام؟ حقيقة الأمر كان رضا، يعني رضا امتحاني إن صح التعبير، على أن الأمور عادية والتلاميذ الحمد لله كما قلت أن المواضيع في متناول الجميع. لكن يبقى الهاجس في هذا الامتحان هو عملية الغش، لكن الحمد لله ونقول الحمد لله أن هذه السنة على مستوى ولاية غردية سجلنا فقط حالتين على مستوى مراكز الأحرار، وأقول أحرار لأن النظامية الحمد لله من خلال التوعية ومن خلال ملتقيات ومن خلال كل الأمور فلم نسجل أي حالة. حالة أولى هو غش عادي باستعمال دفتر، والحالة الثانية هي حالة باستعمال الهاتف النقال. تم اتخاذ الإجراءات، سلمت للأمن ومنه إلى العدالة وتم إقصاؤها، لأن يعني في هذه الحالة بما يسمح به أو ما ينص عليه التشريع والقانون في مثل هذه الحالات. نعم، ماذا عن التأخر، عن حالة الإقصاء، هل تم تسجيل مثل هكذا؟ لغاية اليوم لم نسجل أي حالة تأخر أو أي حالة إقصاء بفعل تأخر، سواء في المتمدرسين أو في الأحرار، لأن المراكز تفتح على الساعة السابعة. نعم، كل المراكز تفتح على الساعة السابعة والنقل متوفر. وأضيف إلى ذلك، بالرغم من أن النقل مخصص للمتمدرسين، إلا أننا قمنا أيضا بنقل في بعض الحالات لما يصعب الأمر على المترشحين، قمنا بنقل المترشحين الأحرار أيضا إلى بعض المناطق. نعم، مدير التربية لولاية غردايا سيد غالي خيثر، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم وشكرا على قناة شروق نيوز، ودمتم بخيرا لهذا الوطن إن شاء الله. العفو، شكرا لك سيدي، وبالتوفيق لكل المترشحين لشهادة البكالوريا والذين يزيد عددهم عن 860,000 مترشح عبر كامل ولايات الوطن. إذن أعود إلى ضيفي في البلاتو الأستاذ أوفا، كنا نتحدث عن تخوف تلاميذ من مادة التاريخ والجغرافيا، كنت تقول ربما ذلك راجع لكثافة البرنامج الدراسي، تفضل سيدي. نعم، قلنا بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا، هذه المادة قلنا التي هي بمثابة مادة نستطيع أن نقول خاصة للشعب العلمية وشعبة لغات ولمعامل تحا اثنان، بمثابة مادة محفزة من أجل الحصول على نقاط كبيرة فيها، على الأقل تعوض لهم على الأقل ما تم الإخفاق فيه في المواد السابقة. فدائما أنا كنت نقول بأن هذه المادة هي مصدر لسعادة ألف التلاميذ يوم البكالوريا إذا أحسنوا دراستها وأحسنوا كذلك اجتيازها. يعني هناك من يراها العكس أستاذ، يقول لك مادة محبطة، يعني ما هيش مادة مساعدة، أنت ما رأيك في ذلك؟
والله في السنوات القليلة الماضية كانت هذا هو الشائع، يعني التعبير الشائع أنها مادة ثقيلة نوعا ما على التلاميذ، خاصة لما ربطت بأنها مادة حفظ ومادة تلقين ومادة إملاء. لكن مع الاستراتيجية الحديثة في تدريس هذه المادة أصبحت مادة محبذة خاصة لدى الشعب العلمية. ماذا تقصد بالتقنيات الحديثة في تدريس التاريخ والجغرافيا؟ مثلا استعمال اليوم الوسائل التكنولوجية في تدريس الخرائط، في تدريس مثلا مادة التاريخ، في تدريس مثلا عن طريق الفيديوهات، عن طريق اليوم المخططات الذهنية التي أنقصت من كاهل التلاميذ الحفظ، لأنه هذه المادة هو أكثر يعني منذ صغر، يعني حتى نشوف الآن الأولياء يقول لك أن ابني منذ صغر سنه فيقول لك أنا هذه المادة مادة حفظ وبالتالي ما نقدرش نحفظها له إلى غير ذلك. اليوم مع هذه التقنيات الحديثة، الوسائل التكنولوجية، المخططات الذهنية، اليوم أصبحت مادة التاريخ والجغرافيا هي مادة أنا نقول لك وأنا مسؤول عن كلامي محبذة لدى عدد كبير من التلاميذ. أما الذي ينتظر الدقائق الأخيرة من أجل حفظها هذا سيجد مشكلة كبيرة ومشاكل، وبالتالي ستصبح ثقيلة عليه وربما تصبح حاجز بالنسبة يعني إليه. من المفروض مادة التاريخ والجغرافيا هي كغيرها من المواد يتم التحضير لها مسبقا منذ بداية العام وليس في يعني نهاية الدقائق الأخيرة في نهاية كما ذكرت. كل المواد دائما نقول التلميذ الناجح التلميذ الذي يريد أن يحصل على علامات ممتازة ومعدل ممتاز عليه أن يحضر كل المواد منذ البداية، أكيد بفروقات في الحجم الساعي، في فروقات في المجهود، وأن يدرس هذه المواد المساعدة خاصة كما نقول الشعب العلمية اللي عندهم مواد كثيرة مواد علمية، أن يدرس هذه المواد بذكاء وليس بجهد كبير، بذكاء كبير وبجهد قليل كما قلت عن طريق الوسائل الحديثة، عن طريق التقنيات، عن طريق التلخيص، فتصبح هذه المادة بمثابة مادة محببة، أن التلميذ يقول لك على الأقل أحصل فيها على علامة جيدة لعل وعسى أنها تعوض له إخفاق ما في المواد الأساسية أو أنها تساهم في تحصيله الجيد على معدل ممتاز. أكيد فيها كثير من المشاكل، مثلا كثافة البرنامج، احنا نعرفوا بأنه صعوبة بمكان على كل أساتذة وطنيا أنه يكملوا البرنامج في وقت وجيز، فكل التقارير التي تقريبا أرسلت أنه لم يتم إنهاء البرنامج 100% رغم أنه السنة الدراسية تقريبا كانت في ظروف عادية هذه السنة على عكس السنوات الماضية التي عرفت استقرار هذه السنة التي ارتبطت بالأزمة الوبائية إلى غير ذلك. لكن رغم ذلك نتيجة تقل البرنامج ونتيجة كثافة البرنامج مع بين قوسين أنه مستوى التلاميذ اللي بدأ يتراجع في السنوات الأخيرة وهي تراكمات الكوفيد وعدم إكمال الدروس في السنوات الماضية، حتى أنه البعض منهم ما يفهمش المصطلحات الواردة في الامتحانات الرسمية وهذا يعني مشكل كبير أستاذ. نعم، وهنا وهنا فهم المصطلحات راجع إلى الرصيد اللغوي. هنا يتعدى مثلا مادة التاريخ والجغرافيا، فهذا التلميذ الذي لا يفهم مصطلحات التاريخ أو الجغرافيا فربما لأنه لديه رصيد لغوي محدود جدا، وحتى أنه هذه المصطلحات أصبحت ترد في فقرات من أجل مساعدة التلاميذ على فهم ذلك المصطلح. لكن التلميذ إذا حفظ ذلك المصطلح يقول لك نكتبه، إذا ما حفظوش يقول لك ما فهمتوش، أي أنه أصبح حتى لا يحاول، أصبح لا يحاول في فهمه واستيعابه. وبين قوسين اليوم أصبحت عدد كبير جدا من المصطلحات التي ترد، ودائما هذا نقوله راجع إلى كثافة البرنامج والتلميذ هنا. كثافة البرنامج اللي أصبحت تستنزف طاقة التلميذ، يعني أنتم يعني أساتذة يعني تربويين ما شفتوش مع السلطات الوصية لتخفيف البرنامج لإيجاد منهجية جديدة؟ والله في كل مرة في سواء في المنابر الإعلامية ولا داخل ندوات تربوية أو بين الزملاء الكل يعرف هذا والكل يعلم هذا، لكن لم يتم هناك في انتظار أنه يتم إصلاح وتجديد هذه المناهج والتقليص منها وإبقاء ما هو مفيد لهذا التلميذ، لأن الكثافة تصبح عوض ما هي نعمة، من أجل تصبح نقمة وتستنزف طاقة تصبح نقمة، وأن هذا الأستاذ الذي يدرس يصبح في عملية سباق مع الوقت لإكمال البرنامج دون أنه يهتم بتحصيل التلاميذ، فالتلميذ هذا يجد بعد مرور شهر أو شهرين أن الكراس ممتلئ وفيها مصطلحات وشخصيات وتواريخ، فالتلميذ كان هناك بعض يستسلمون منذ البداية لحجم الكبير للبرنامج، فالتلميذ يقرأ مثلا في تاريخ الحرب الباردة في 4 دروس، ثم يقرأ الثورة الجزائرية فيها كذلك 3 دروس، ثم في الفصل الثالث
واللي فيها حركات التحرر والقضية الفلسطينية. وإحنا نعرفوا مثلا أنه القضية الفلسطينية تقريبا هي الدرس الأخير في لجميع الشعب في البكالوريا، ولم ترد في البكالوريا منذ 2008 منذ بداية الإصلاح. لماذا؟ لأنه دائما القائمين على تحضير الأسئلة يتخوفون من عدم إكمال البرنامج، فيستبعدون هذا الدرس من قائمة إعداد الأسئلة. وهنا قلنا لو يتم وضع منهاج وبرنامج يتلائم مع مستوى التلاميذ في الفترة الأخيرة ويتلائم مع حجم المواد الأخرى، فنهتم الآن بالنوع أكثر من الكم، وهذا هو المأمول أننا نهتم بالنوع وليس الكم. فالتلميذ اليوم في عصر العولمة والتكنولوجيا يستطيع أن يحصل على هذه المعارف والمعلومات بالاطلاع والمطالعة عن طريق مثلا تكنولوجيا، لكن نحن يجب أن نعلم التلميذ كيفية الولوج والحصول على هذا الكم المعرفي، وليس أن نجعله وعاء لتفريغ المعلومات. نعم. ماذا بخصوص أستاذ نوعية الدروس يعني المقدمة في مادة التاريخ والجغرافيا؟ في السنة النهائية نقول عكس السنوات مثلا الماضية، السنة أولى والثانية ثانوي، فهناك بعض الدروس نجدها بين قوسين محببة لدى التلاميذ، خاصة دروس الحرب الباردة. نجد أن هناك التلاميذ لما نبدأ في الفصل الأول في تدريس الحرب الباردة هناك ارتياح كبير لهذه الدروس، لأنها فيها نوع من الجانب القصصي، فيها معلومات مثيرة جديدة، يستطيع التلميذ يبدأ يفهم الصراع الإيديولوجي، يفهم الحرب الباردة، يفهم القوى القديمة والقوى الجديدة والعلاقات السائرة، ولأنه عنده علاقة بما يحصل حالياً في النظام الدولي الجديد. ثم نجد أن التلميذ لما يصل إلى الثورة الجزائرية هناك فكرة شائعة وهي خاطئة جدا، أنه الثورة صعبة وصعبة والثورة فيها كم كبير وأنه الثورة ما يمدوش عليها في البكالوريا، فنجد أن التلاميذ ربما ما عندهمش هذاك القبول لدراسة برنامج الثورة مثل الحرب الباردة. حتى في الجغرافيا نجد في السنة النهائية لأول مرة التلاميذ يرتاحون نوعا ما لدروس الجغرافيا. لماذا؟ لأنها جغرافيا اقتصادية تتعلق باقتصاد العالم بما هو موجود اليوم كدروس العولمة والمبادلات والتنقلات وصراع البترول والقمح والقوى الاقتصادية الكبرى وهيمنة أمريكا على العالم. فهذه المعلومات التلميذ اليوم أصبح يجدها اليوم في الحياة اليومية وفي الأحداث الراهنة والضائرة به، فيجد هناك ارتباط مع ما يدرسه وبالتالي هناك ارتياح. فقط قلنا هي الدروس فيها قبول من التلاميذ لو فقط يتم تخفيف نوعا ما من هذا البرنامج من أجل أن تصبح هذه المادة تحقق الأهداف المرجوة منها، وهي أنها تساهم في تكوين هذا الطالب معرفيا ومنهجيا وتكون له الشخصية وتكون له الهوية التي يحتاجها هذا التلميذ لمواجهة الأفكار الراهنة والضائرة بهذا التلميذ، خاصة فيما تعلق بتاريخ الجزائر، خاصة وأننا في زمن صراع بين صراع أفكار ضائرة حول هذا التلميذ. فهذا التلميذ يستطيع أن يبحر في مواقع التواصل الاجتماعي فيجد أفكار مسمومة، ولو يكون محصنا يستطيع إما أن يرد أو أن يتجاوزها. أما إذا كان هذا التلميذ فارغا أو لا يعرف أو غير محصن، فربما يتم الأخذ بتلك الأفكار المسمومة ويتبناها، والأكثر من ذلك ربما سينشرها، والنشر أصبح سهلا في مواقع التواصل الاجتماعي لكل غث وسمين في هذه المواقع. نعم. ماذا عن العلميين اللي دائما يهملوا هذه المادة وحتى فيه نفور لبعض التلاميذ من مادة التاريخ والجغرافيا؟ يقول لك معامل ضعيف، أنا ما نهتمش بها مقارنة بالعلوم الطبيعية بالرياضيات. والله هنا السؤال في شطرين. العلميين في البداية ينفرون، ثم لو يجدون الملخص المناسب ولو يجدون الأستاذ المناسب الذي يستطيع أن يعطي لهم هذه المادة في قالب يساعد الفكر العلمي، لأن التلاميذ العلميين دائما يهتمون بالفهم أكثر من الحفظ، فلو يجدون ذلك وبخبرتي المتواضعة في أكثر من 14 سنة في تدريس هذه المادة، أن التلاميذ العلميين لو يجدون هذا القالب القائم على الفهم
واستعمال الذكاء ستصبح هذه المادة بالنسبة لهم محببة، ومادة بالنسبة لهم فضاء مناسب للراحة من ثقل المواد العلمية، فتجده ربما يقرأها من أجل تنويع المواد أولا، وكذلك يعمل تبدأ له تكوين الرغبة في أنه يحصل على العلامة الكاملة. وفي البكالوريا أكثر العلامات الممتازة يحصل في هذه المادة التاريخ والجغرافيا، تخيلي أنه يحصل عليها الشعب العلمية. تخيلي في السنوات الماضية القليلة الماضية هناك علامة 20/20 في التاريخ والجغرافيا، ومن يأخذها هي الشعب العلمية والتقنية خاصة، لأنه أصبحت مادة تقوم على أسئلة الفهم في السنوات الماضية فيها الذكاء، فالتلميذ الرسومات تكون صحيحة والمقدمات والخاتمات صحيحة، التعليقات يعني يقدر التلميذ يعتمد على الفهم فقط ما يحفظه، لا لازم الحفظ. نعم الحفظ، الحفظ ليس الغبي، الحفظ الذكي. هناك أشياء يجب أن تحفظ حتى في المواد العلمية، قوانين وغيرها. إحنا مثلا في التاريخ والجغرافيا ربما الحفظ يكون ربما في التواريخ، في بعض التواريخ، حتى التواريخ اليوم ولله الحمد أنه استعملنا اليوم عدة طرق رياضية، حتى اليوم طرق رياضية في تحفيظ التواريخ. كمثال على ذلك مثلا تقولوا مشروع مارشال، عوض ما تقولوا مثلا مشروع مارشال هو 5 جوان 1947، هذه المعلومة موجودة في الكتاب، فالتلميذ لماذا تضع؟ فلما تقول له أن هذا المشروع نستعمل فيه مثلا طريقة الدروج، 5 اليوم والشهر 6 والسنة 47، أنت 5 6 47، بهذه الطريقة التلميذ تحبب له المادة. هناك بعض التواريخ نستعمل فيها حتى لغة النشر كما يستعمل في الرياضيات، كما مثلا تاريخ تأسيس حركة عدم الانحياز من 1 إلى 6 9 1961، هنا تقوم بنشر 1961 1 6 9، فهذه الطرق التلميذ لما ينتبه إليها أحتبسط له وتسهل له وتصبح لديه، حتى هو لما يبدأ يشوف أي تاريخ يستعمل الذكاء في يبدأ يبحث عن طريقة. أنت نعلم التلميذ يبحث عن طريقة، فكثير من التلاميذ يقول لي شيخ أنا لقيت أنا طريقة كيش نحفظ هذا التاريخ بلا ما نحفظه مثلا بطريقة رياضية. على ذي من أجل هذا قلت لك في البداية بأنه هذه المادة لو استعملوا فيها كل الطرق الحديثة والعصرية والمبتكرة ولله الحمد حققت نتائج كبيرة مع التلاميذ، وأنه قلت لك الشعب العلمية والتقنية أصبحت لديها، وهذه بين قوسين وطنيا يعرفوها الأساتذة، لديهم الرغبة في دراسة هذه المادة ولديهم نتائج جيدة أكثر من الشعب الأخرى. شعبة أدب وفلسفة، لماذا شعبة أدب وفلسفة رغم أنه المعامل تاعها معامل رابعة وتسير اقتصاد معامل رابعة، لكن لو نقول لك بأن أقل الشعبتين اللي يقرأوا هذه المادة سواء داخل القسم أو في المنزل أو حتى في الدروس الخصوصية، أقل التلاميذ الذين يقبلون على دراسة هذه المادة هم شعبة أداب وفلسفة وتسيير واقتصاد. فأداب وفلسفة يخيل لهم أن هذه المادة مادة حفظ، يتركونها للحفظ، ما هم حفظوها وما هم تركوها. لذلك لاحظنا أنه في السنة الماضية كانت النتائج كارثية لدى شعبة أداب وفلسفة تقريبا في كل المواد ومنها مادة تاريخ والجغرافيا، رغم أن الأسئلة كانت بسيطة وفي المتناول. وبالتالي الشعب العلمية لما عرفوا كيف يوظفون تلك الطرق وفهمها أصبحوا لديهم الرغبة في دراستها، ومن ثم تحصيل علامات جيدة. واليوم راح نشوفوا بأن حتى أنه ما زالوا ربما ما خرجوش تلاميذ من هذه المادة، لكن ما لحقتكمش أصداء عن امتحان تاريخ وجغرافيا ليس بعد، ولكن حتى وإن لم تصلني أصداء أكيد أنه التلاميذ الذين جدوا واجتهدوا وتبعوا تلك الطرق، والحمد لله هذه الطرق موجودة في الكتب، موجودة اليوم في صفحات، ووظفناها حتى في قناة في مواقع التواصل الاجتماعي، ووظفناها كذلك في جميع الفضاءات المتاحة. هناك ارتياح البارحة لمسته مع التلاميذ وصبيحة اليوم من أن التلاميذ مرتاحين ولديهم رغبة كبيرة في العمل، وحتى أنهم يقول لك مستعدين اليوم لخدموا الموضوعين في 2. وقبل أن يخرج التلاميذ أكيد سيكون ارتياح كبير، وسيكون اليوم هو يوم السعادة في مادة التاريخ والجغرافيا مثل ما كان في السنة الماضية وفي السنوات الماضية. اليوم الرابع دائما نقول للتلاميذ هو يوم السعادة في أسبوع البكالوريا. نعم. اليوم سيعود الأمل للتلاميذ الذين ربما تزعزعت أمالهم في الأيام السابقة خاصة في بعض المواد، وسيطمح البعض الآخر من أجل أنه يبدأ يطمع في الحصول على معدل ممتاز. شعبة أدب وفلسفة سيكملون المشوار اليوم، سيستعيدون راحتهم اليوم راحتهم. نعم. أما بقية الشعب سيرتاحون مساء،
عدد الذين يجتازون اللغة الأمازيغية وسيواصلون المشوار في اليوم الأخير غدا. هذه المادة دائما خاصة مثلا لما نعود نرجع للشعب العلمية دائما يقول لك هي اللي تعطينا الحافز باش ندخل اليوم الأخير بقوة، خاصة أنه اليوم الأخير في تخوف مع مادة الفيزياء خاصة ومادة الفلسفة للشعب العلمية، تعرفي خصوصية هذه المادة اللي يقرأوها فقط في السنة الأخيرة، وبالتالي اليوم سيعود بإذن الله الأمل للتلاميذ الذين يدرسون هذه المادة. حتى التلاميذ أصبحوا يقومون بتخيل الموضوع قبل ولوجه، لأنه اليوم بين قوسين ما يعرف بالمقترحات، ولو أنه إحنا دائما نقول بأن المقترحات تقعد مجرد مقترحات لا يجب الأخذ عليها إلا للتلميذ الذي متأخر جدا، ولكن لكن في كل مرة يعني هذه المقترحات والمرشحات يعني يعني تتسبب في اضطراب التلاميذ، خاصة نعم. المقترحات اللي تكون في الدقائق الأخيرة يعني نعم. عشية الامتحان، خاصة إذا كانت مقترحات غير مدروسة وخارج وقادمة من أشخاص ربما ليسوا أهلا وليسوا متخصصين في هذه المادة، يبحثون فقط عن الشهرة وربما يبحثون عن الأضواء وربما يبحثون عن نسب المشاهدة. لكن هناك مقترحات قائمة من أساتذة أكفاء لديهم باع في تدريس البكالوريا، في تصحيحها، في احتكاك بمفتشين. تبقى أستاذ يعني تبقى مجرد مقترحات يعني. لكن هناك استقراء، كيف نقوم بهذا الاستقراء؟ مثلا نحن نعرف بأن أسئلة البكالوريا لا تتكرر في 3 سنوات أو 4، يعني هذا السؤال، هذا الدرس أو هذا السؤال الذي ورد لا يتكرر على 3 سنوات أو 4. نعم. فالتلميذ مثلا لديه مثلا 3 دروس في الحرب الباردة، ونحن نعرف بأنه كل سنة التلميذ لديه ما قال من دروس الحرب الباردة، والشعب العلمية لديهم 3 دروس، دروس الصراع، الحرب الباردة، والتعايش السلمي والأحادية القطبية. فالتلميذ إذا جاء تعايش سلمي منذ سنتين والسنة الماضية الأحادية القطبية، فأصبح هذه السنة التلميذ مباشرة يقول لك هذا العام راح يجيني الدرس الأول دروس الصراع وتشكل العالم، وفي 6 أسئلة يقول لك راح يجوني زوج. فالتلميذ يعني في الفلسفة البارح طح يعني مقترح. كان مقترح، وبالتالي ولكن كانت صدمة السنة الماضية لشعب الأدب والفلسفة، والنسبة كانت كارثية. والبارحة كانوا تقريبا خرجوا معظم تلاميذ مرتاحين من الأسئلة، وبالتالي قد تكون هذه السنة هي سنة استرجاع الهيبة لهذه الشعبة التي فقدت، حتى التلاميذ بدأوا يفقدون الثقة في النفس. تلاميذ شعبة أدب وفلسفة لما احتكينا بهم هذه السنة حتى وأنه كانوا يدرسوا كانوا يشعرون بفقدان الثقة في النفس، كانوا يتخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية. حتى هذه السنة أنه ما دخلوش بمقترح واحد مثل السنة الماضية، على الأقل دخلوا ب3 والبعض دخل ب4 والبعض الآخر ب5 مقترحات. فقلت لك بأن المقترحات إذا كانت قائمة على استقراء ودراسة وتمعن وعدم المغامرة فربما قد تكون صائبة، ولا يجب أن تكون محصورة وضيقة، يجب أن تكون واسعة حتى ربما لا نغامر بهذا التلميذ الذي ينتظره، ربما ينتظره أهله وينتظره محيطه، والذي ربما تعب على نفسه سواء معنويا أو ماديا، وبالتالي لا نكون سبب في الخيبة اللي تقدر تكون في نتيجة البكالوريا. نعم، أنت تحدث منذ قليل على الملخصات المناسبة للمترشحين لشهادة البكالوريا. هناك أيضا بعض الأساتذة يقوموا بدورات للمراجعة لتلاميذ الأقسام النهائية، البرنامج كله في 4 أيام، هل هذا منطقي أستاذ؟ والله منطقي إذا كان التلميذ درس البرنامج في الثانوية واعتمد على نفسه وقام بإنهاء البرنامج ثم ذهب ليراجعه وليس لتلقينه من الصفر. إذا كان من الصفر في 4 أيام يعني نلقنوا برنامج يعني كثيف مثل برنامج التاريخ والجغرافيا للسنوات النهائية. أنا قلت لك إذا كان من الصفر يستحيل، أما إذا كان هذا التلميذ نقدر نقول عنده مكتسبات وقرأ الدروس فيذهب للمراجعة، يكون حافظ ويروح يراجع. نعم، يكون حافظ يروح يراجع من أجل
اختبار نفسي، تثبيت المعلومات، ربما فهم بعض النقائص. أما إذا كان من الصفر فيعتبر هذا، خاصة إذا كان العدد ربما كبير، خاصة إذا كان الظروف غير مناسبة، خاصة إذا كان نقدر نقول الشخص غير مناسب في المكان غير مناسب، لأنه بين قوسين أصبح كل من هب ودب اليوم يدرس هذه الدورات، فتجده ربما كان يدرس الأدب العربي منذ 3 سنوات فأصبح ربما يدرس مادة تاريخ الجغرافيا، خاصة هذه المادة للأسف الشديد أصبحت مهنة من لا مهنة له. يعني الأستاذ أصبح، لا أو بين قوسين نقول الأستاذ، أصبح هذا الشخص ربما يروح يحصل على كتاب هذه المادة يضع ملخصات بنفسه، يعني هذوما الدخلاء على المهنة، الدخلاء على المهنة والدخلاء على هذه المواد، وكثيرا ما يكونون هما سببا في خيبات تلميذ. فهذا الأستاذ يستغل ربما شهرته في مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، ويوسع هذه الشهرة عن طريق عدة مداخل ومخارج الكل يعرفها كيف يطور، يصبح بمثابة مؤثر مدرس. فالتلميذ وهم كثر، يعني كثر، نعم، وهم كثر، وللأسف التلميذ اليوم وعائلته يعني المحيطين به أصبحوا لا يفرقون بين من هو الأستاذ ومن هو الدخيل على هذه المادة للأسف الشديد. ربما قد يعتبرون ذلك المؤثر هو الأستاذ، والأستاذ هو الدخيل على هذه المادة. وهنا يعني أصبحوا الأولياء أيضا هم يحوسوا على مقترحات لأبنائهم باش ما يحفظوش على أبنائهم، وأصبحوا كأنهم هم الذين يجتازون شهادة البكالوريا. ظاهرة غريبة أن الأولياء أصبحوا اليوم نقدر نقول مصدر قلق، وظاهرة نقول إذا تفاقمت ستصبح خطيرة. تجد الولي حافظ والابن غير حافظ، تجد الولي يعرف الأساتذة أكثر من ابنه، تجد الولي ربما يعرف الأوقات، يعرف المقترحات، يعرف كل شيء أكثر من ابنه. فهنا يقع التواكل من الابن على 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 أبيه، وربما ذلك الضغط قد ينعكس سلبا على التلميذ. وهنا وجب يعني من السلطات أن تضع حد للدخلاء على هذه المواد، لأنهم خاصة عرفوا أن هذا ميدان التعليم، وميدان التعليم هو ميدان تبنى به الأمم، فهذا الجيل يجب أن يتلقن على أهل الخبرة والأكفاء وأصحاب الشهادة في التخصص. فهذا الذي حصل على شهادة البكالوريا وأخذ شهادة جامعية في التخصص وقام ولديه خبرة سواء في التدريس داخل الثانوية وفي تصحيح البكالوريا، وهذا مهم جدا، لأن هناك من يدرس ويقول له هذه يمدوا لك عليها وهذه ما يمدولكش عليها، كيف يعرف هذا بالله عليه؟ لماذا يكتب على التلاميذ؟ كي يقول هذه يمدوا، هل صححها؟ هل كان حاضرا في مراكز التصحيح؟ لا. فاحنا لانه اليوم ان الاساتذه اللي يقومون بتصحيح البكالوريا ككل سنه يبقون، وهذه تغطيها في ايام التصحيح، اليوم الاول ربما يقعدوا يوم او يومين وهم في اخذ وارد يتشاورون على الاجابه النموذجيه، وقد ربما لا يتفقون حتى اليوم الثاني، فكيف ياتي ربما داخله ويقول هذه يمدوا عليها وهذه ما يمدوش عليها الى غير ذلك. أيوة. انتم يعني طالبوا السلطات لوقف من هؤلاء الدخلاء على المهنة في كل مواد أصبحوا، وليس فقط في كل المواد، حتى في مواد أساسية كمادة الرياضيات ومادة الفيزياء ومادة العلوم الطبيعية. والمؤسف أنه فيه إقبال كبير على هذا النوع من التلميذ اليوم، براغماتيين، التلميذ هذا يبحث عن حل سريع، فاست فود، التلميذ هذا أصبح يبحث عن النجاح بأي طريقة، ويبحث عن الحلول السهلة، وهذا النوع من الأساتذة يسوق له تلك الحلول السهلة، ثم يختفي إن كانت تلك الحلول لم تأتي في البكالوريا، فربما إن كانت تلك الحلول قد وردت في الأسئلة فربما يخرج ويتعالى بذلك. أما إذا كانت، وهذه شفناها في السنوات الماضية، إذا ما جاءت تلك الحلول التسويقية الوهمية اللي كانوا يبيعوها التلاميذ فيختفي الجميع ويغلقوا صفحاتهم لمدة معينة وغيرها، ويعودون مع بداية السنة كأنه غلق الدكان ثم عاد لفتحه بعد فترة عطلة الصيف. يعني يجدون متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب هناك من يدرس،
يقدم دروس دعم عبر الانترنت على اليوتيوب. نعم. كيف ترى هذه الظاهرة أيضا أستاذ؟ نعم، هذه الظاهرة وهي التي تقريبا سببت والآن المشكل أصبحت دروس الدعم حتى في تاريخ والجغرافيا. نعم، يعني تاريخ سابقا ما كناش نشوف هذه الظاهرة أستاذ، أصبحت حتى في كل المواد في ومن كل العلوم المواد. الإسلامية بقيت مادة واحدة ما فيهاش دروس الدعم، هي مادة التربية الرياضية والبدنية السبور، يعني هي اللي ما فيهاش دروس الدعم، وبالتالي نعم. اليوم حتى في كل المواد العلوم الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وغيرها في جميع الشعب حتى اليوم في السنة أولى ابتدائي هناك دروس الدعم. أكيد. أنت ما رأيك في هذه الظاهرة، يعني دروس خصوصية في التاريخ والجغرافيا؟ والله مع كثافة البرنامج، مع كثرة المواد، مع النفور المبكر للتلاميذ من الثانويات، مع الرغبة في الحصول على البكالوريا، كل هذه عوامل توافرت واجتمعت من أجل أن التلميذ يذهب إلى دورات التاريخ والجغرافيا. هذه الدورات فيها الغث وفيها السمين، فيها الإيجابي وفيها السلبي. مثلا أعطينا سلبيتها إيجابيتها للمواطنين اللي رام يشاهدوا فيها. إيجابيتها مثلا التلاميذ اليوم أصبح هناك طريقة مثل ما قلت لك استعمال هذه الطرق في التحفيظ. فالتلميذ حتى ولي أمره مثلا يقول لك أنا جبت ابني قعدت نسمع فقط أنا حفظت. مثلا الطرق هذه في التحفيظ، الطرق في الإجابة على المواضيع، الطرق مثلا في كيفية تسهيل وتلخيص الدروس للتلاميذ في قالب إيجابي، فهذه تساعد التلميذ، لأنه ربما في الثانوية فالتلميذ في الكراس يكتب الإشكالية ويكتب الكفاءة المستهدفة ويكتب العناصر، فيصبح لديه كراس طويل. لماذا لا يقوم الأستاذ يعني في القسم بهذا الدور، يعني يقدم ملخصات للتلاميذ حتى ما يروحوش كما ذكرتهم الدخلاء؟ لا، بين قوسين نفتح قوس آخر، أنه حتى بعض الأساتذة اليوم نقدر نقول ليسوا أكفاء كلهم في تدريس هذه المادة، فتجد حتى تلميذ أصبح يقيم الأستاذ لما يدخل يقول لك أنا استسلمت، لأنه هذا الأستاذ يجي يقوم بالإملاء فبالله علي أنت لما تدخلي مثلا تقرأي والأستاذ يملي عليك ولا كراسة السنة الماضية، يعطي التلميذ يطلع مثلا يكتب الدرس، فهذا التلميذ ما هو حله الآن؟ هل يستسلم ويرمي هذه المادة؟ لا، يبحث عن الحلول فيجد أفضل حل أنه الدروس الخصوصية ما تكونش مكتفة مثل الرياضيات، ربما يحتاج بعض الدورات وليس أنه من بداية السنة إلى نهاية السنة. كذلك في الثانوية ربما بعض الأساتذة الجدد أو بعض الأساتذة حتى وأنه كانوا مع احتراماتنا لكل الأساتذة وزملاء ونعرفهم، أنه بعض التلاميذ حتى هما ما يقيموش المادة تاعهم، حتى هو ربما يدخل مثقل بهموم اجتماعية، مثقل بهموم عائلية، يدخل أنه غير مقتنع، ربما وجد هذه المهنة كمدرس تاريخ والجغرافيا يقول لك ما لقيتش عليها وين، فهذا التلميذ لو ينقل هذا الصدى إلى التلميذ فهذا التلميذ كيف يصبح لديه الرغبة؟ الأستاذ ينقل هذا الصدى إلى التلميذ. نعم. من الأستاذ ما يقدرش. نعم. الآن هذا التلميذ يتقبل المادة من عندك لما يشوفك أنت ماكش مقتنع بها ومتحبهاش يعني كمادة. وبالتالي اليوم نجده وليس غير في مادة تاريخ والجغرافيا، في كثير من المواد حتى التلميذ يقول لك كيف لهذا الأستاذ أن يدرس السنة النهائية؟ كيف لهذا الأستاذ أن يدرس؟ وحتى بعض الأساتذة المفروض يكون اختيار دقيق، خاصة اختيار دقيق، ولكن النهائية. مرات المدراء ما عندهمش حلول فيجد تقريبا كلهم في نفس. لماذا لا يجد حلول يعني وخريجي يعني المدارس العليا للأساتذة يعني هم بالآلاف سنويا؟ وحتى التكوين، أنا أتساءل على التكوين، أنا درست في المدرسة العليا الأساتذة. نعم. حتى اليوم الأساتذة زملاء اللي رام يدرسوا في المدرسة العليا الأساتذة تاع أبو زريعة ولا تاع القبة يشتكون من الجيل الجديد الطالب الأستاذ اللي يتخرجوا جدد، فحتى هم يتفاجؤون اليوم، يتفاجؤون من كل شيء، يتفاجؤون من سلوكاتهم، من لباسهم، من طريقة تفكيرهم، فتجد ربما لو يديروا إحصاء داخل المدرسة العليا الأساتذة حول سبب اختيار المدرسة الأستاذية يقول لك هو العمل، لأنه توظيف مباشر. ثم ثانيا علاش خيرت هذه المادة؟ يقول لك لم أجد وضعت مواد قبلها وهذه اللي أعطوها لي في الاختيار. وبالتالي هنا المقابلة الشفوية التي تجرى في المدرسة العليا يجب أن تكون أكثر دقة وأكثر حدة حتى لا يتخرج مثل هؤلاء، لأنه سيتسبب في تخريج جيل ينفر المدرسة العمومية ورانا رايحين لها تدريجيا، ويصبح وتصبح الوجهة كلها
إلى ترك المدرسة في سنوات البكالوريا في وقت مبكر. الهجرة أصبحت في وقت مبكر من سنة إلى أخرى. يعني أنتم تلاحظوا هذا على مستوى الثانويات؟ نعم، على مستوى الثانوية. وقلت لك هذه الظاهرة لو لم نجد لها حلولا سريعا ستصبح سلبية وخطيرة على الثانوية، حتى في الولايات الداخلية، وأصبح هناك نفور مبكر للتلاميذ. فاتصالاتنا مع مختلف زملاء الأساتذة فهي ظاهرة أصبحت وطنية. التلميذ أصبح يبحث عن الحلول السريعة، وهذه الحلول السريعة يجدها في الدروس الخصوصية، وإذ لم يعرف اختيار هذه الدروس الخصوصية سيصبح عرضة للمؤثرين والمؤثرات ولتسويق أفكار داخلة على التربية والتعليم في الجزائر. نعم، كان هناك حديث على، يعني الوزير كان ذكر بأنه ستكون هناك إصلاحات هيكلية لامتحان شهادة البكالوريا، كيف ترى ذلك أستاذ؟ والله سمعنا هذا تقريبا في السنوات الماضية، وما زال ما زالت هي مسألة مشاورات وعلى طاولة الوزارة. إذا كانت هذه الإصلاحات إذا كانت عميقة ربما ستكون مفيدة، أما إذا كانت سطحية ربما سنبقى نعيد البحث عن الإصلاح. يعني عميقة مثلا، ماذا تقصد بعميقة؟ والله عميقة لا نعيد الأخطاء السابقة، لأنه حتى أنتم في الإعلام ربما في 15 سنة الأخيرة دائما نسمع الإصلاحات. نعم. ثم إصلاح الإصلاحات، فحتى أنها في بعض المرات يكتبون في الإعلام بأن إصلاحات تصبح، فيجب أن تكون عميقة وتستفيد من الدروس السابقة ومن الأخطاء السابقة. يجب كذلك الأخذ بتجارب اليوم بعض الدول التي خاصة في دول الشرق والجنوب شرق آسيا، حتى في الدول الأوروبية، يعني عندهم البكالوريا على سنتين، على سنتين ثانوي يكون عندهم امتحانات. نعم. وفي سنة ثالثة امتحانات، وليس كل المواد في سنة واحدة. وما يعرف بالبطاقة التركيبية هذه. نعم. ولكن هذه قد تفتح لنا بابا آخر. ما هو أستاذ؟ والباب الآخر هو أنه يصبح البطاقة التركيبية معناتها الأستاذ الذي يدرس في الثانوية والذي يضع النقطة، وهنا قد تكون هناك المحاباة، وقد تكون أشياء أخرى، وقد يكون لا عدل، وربما يقع تضخيم للنقاط. وعلى سبيل المثال في شهادة التعليم المتوسط، كيف لتلميذ معدله 15 و16 سنويا ثم في شهادة البيام التعليم المتوسط يحصل على المعدل 7؟ فهذه قد تفتح بابا آخر، ولذلك يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وإلا ستصبح معدلات ضخمة في البطاقة التركيبية ومعدلات كارثية وبالتالي هنا يقال لا توازن. ولذلك قلت يجب أن تكون عميقة وتدرس كل الاعتبارات حتى لا نعيد التخفيف هذه الشهادة على التلاميذ. والله التخفيف يقدر يكون بأشياء أخرى، مثلا تخفيف البرنامج مهم جدا. التلميذ لو أصبح عنده تخفيف البرنامج يستطيع، أو اعتاد التلميذ الجزائري أن يدرس هذه المواد، لأنه من شأنها هنا مثلا مادة التاريخ والجغرافيا إذا تم إلغاؤه من البكالوريا قد تؤثر حتى في تكوين الشخصية والهوية الجزائرية، وهذا يتعارض مع مقومات الهوية الجزائرية. فهذه المادة التاريخ لو نبحث عنها في الدول التي لها باع في التعليم، ألمانيا، واليوم لو مثلا نشوفه في الكيان الصهيوني معدلات ومعاملات تاريخ والجغرافيا كبيرة وكبيرة جدا، وهي من أكثر المواد، لأنهم يعرفون قيمة التاريخ ومستقبل مستقبل بلدهم مرتبط بمدى تكوين هذا الجيل على أفكار يريدونها ويسوقونها في التاريخ الذي يدرسونه كما يشاءون. وبالتالي هنا لو نذهب إلى التخفيف كما تقولين، المواد أكيد، المواد بين قوسين المتضررة هي مواد الهوية، ومواد الهوية هي التاريخ واللغة العربية والتربية الإسلامية. لا، اللغة ما راحش تكون مهمشة أستاذ، لكن لو تضع في البطاقة التركيبية التلميذ، قلت لك بأن التلميذ يبحث عن النقطة بطرق أخرى. نعم. وبالتالي لا، ما يهتمش بهذا المواد، ولو يهتم بها سطحية لمدة معينة يبحث عن النقطة. فاليوم التلميذ لما أصبح يجتاز هذه المواد
في البكالوريا أصبح يعطي لها بطريقة أو بأخرى، هو مجبر حتمية أنه يعطي لها ما تستحقه هذه المواد، وأكيد بين قوسين مستقبلا ستفيده في تكوين الهوية والشخصية التي جاءت في مواثيق الثورة الجزائرية كبيان أول نوفمبر. العودة نعم. إليك أستاذ، يعني الموضوع الامتحان روى عندك، علقنا عليه إذا ممكن باختصار. شكرا جزيلا. وصلتنا تقريبا للتو نحن في البلاطو مواضيع البكالوريا الأربعة تقريبا لمختلف الشعب. على العموم المواضيع كانت في المتناول، كانت بسيطة، لمن جد واجتهد ودرس بذكاء أكيد سيتحصل بإذن الله على العلامة الكاملة وهو العلامة الممتازة. أكيد كما قلت لك من قبل بأنه حتى قبل أن نرى انطباعات التلاميذ قلت لك هو يوم السعادة لتلاميذ البكالوريا اليوم الرابع. قلت لك أنه تلاميذ البكالوريا اليوم سيسجلون ارتياحا كبيرا من هذه المادة. لماذا؟ لأن التلاميذ يشعرون بأنهم قد كتبوا وقد أجابوا على عدد كبير من الأسئلة، لأنه طبيعة هذه المادة هي مادة مجزأة مقسمة إلى عدة أسئلة، فالتلميذ قد يخفق في بعض الأسئلة وينسى معلومات لكنه أكيد سيجيب على أسئلة أخرى. على العموم الأسئلة كانت من الفصل الأول والثاني مع الدرس الأول من الفصل الثالث جغرافيا لشعبتي اللي هما تسيير اقتصاد وآداب وفلسفة. نعم. ركزوا مع الاقتصاد الجزائري. على العموم والحمد لله أنه حتى بعض المساعدات والمقترحات اللي قدمناها إلى التلاميذ والتي كانت صائبة والحمد لله تقريبا بنسبة تقارب 100%، فنجد أن الشعب العلمية وشعب التسيير واقتصاد وجدوا الدرس الأول في الحرب الباردة كما كان متوقعا، وجدوا كذلك مجازر 8 ماي كما كان متوقعا عند 4 سنوات ما تخرجت في البكالوريا في الثورة الجزائرية. بالنسبة لشعبة اللغات وجدوا التعايش السلمي كما كان متوقعا، وأداب فلسفة وجدوا الأزمات الدولية كذلك كما كان متوقعا، خاصة أزمة السويس التي كانت مرشحة أكثر من غيرها. بالنسبة للجغرافيا شعبة اللغات والشعب العلمية وجدوا الشرق وجنوب شرق آسيا، واللي عنده بالنسبة إلى شعبة اللغات من 2018 مقبل الكوفيد ما تعاودش هذا الدرس، وبالتالي على العموم نقول بأنه التلاميذ اليوم أكيد عاد لهم الأمل. لمن أخفق في المواد السابقة أكيد هذه المادة بهذه الطريقة ستصبح مادة مطمئنة ومادة محفزة للتلاميذ، خاصة في السنوات القادمة بأن نعم تفضل خاصة في السنوات القادمة أن هذا التلاميذ يجعلون هذه المادة نقطة قوة لا نقطة ضعف، بالعكس تصبح من المواد التي يعتمدون عليها في تحصيل معدل جيد بإذن الله. نعم. ونقول كذلك بأن الأسئلة كانت واضحة للعموم، منوعة، مجزأة النقاط، أكيد بأن التلاميذ من جد واجتهد أكيد أنهم سيحصلون هذه السنة على نقاط ممتازة في مادة التاريخ والجغرافيا التي أصبحت يعني من مادة كانت أسئلة تعتمد على الفهم أيضا فيها ليس فقط نعم الحفظ. جيد فيها الفهم وفيها الحفظ، حتى الكلمات التي استعملت كلمات فيها الفهم، معناتها ما نقدروش دائما نستعملوا كلمات النتائج فهناك الآثار فهناك الإنعكاسات فهناك طبيعة العلاقة، معناتها الأسئلة أصبحت تعتمد على الفهم، أصبحت استنتاجية، أصبحت فيها تحليل تعليق، فنقول بأن التلميذ يجب أن يدرس هذه المادة بذكاء لمن أراد أن يحصل على النقاط الممتازة، وليس كما كان يشاع عنها سابقا بأنها مادة حفظ ومادة تلقين ومادة إملاء، فهذه كما قلت لك في بداية الحصة بأنها مفردات أكل عليها الظهر، وأصبحت هذه المادة تتجه إلى مادة الذكاء ومادة علمية، أنه تصبح فيها أسئلة استنتاجية يستطيع التلميذ الذي يقرأ بذكاء وليس الذي يحفظ الإجابة عليها وليس العكس. نعم يعني الموضوع كان بالنسبة للأدبيين بالنسبة كانت أدب وفلسفة تقريبا وطنيا دخلوا في الحرب الباردة بدرس الأزمات. لماذا؟ لأنه في السنوات الثلاثة الماضية قدمت لهم كل الدروس على درس الأزمات، وهذا الدرس خاص فقط بشعبتي أدب وفلسفة وتسيير واقتصاد، وكما كنا نقول للتلاميذ بأنه إذا مدوا هذا الدرس يمدوا لأدب وفلسفة، وحتى كنا نقول لهم يركزوا على أزمتي الزوج اللي الأزمات اللي مشهورة أزمة السويس وأزمة كوبا
فوجدوا أزمة السويس أسبابها وانعكاساتها على العلاقات الدولية. أكيد التلاميذ الذين درسوا هذا الدرس أكيد بأنهم ستكون مصدر سعادة بالنسبة لهم اليوم. وجدوا مصطلحات الثورة وهي مصطلحات كانت واضحة، الشخصيات دائما كانت فيها منوعة بين شخصيات الحرب الباردة وشخصيات الثورة وشخصيات حركات التحرك، كما تم تلقينه للتلاميذ بأن الشخصيات تأتي منوعة والمصطلحات هي عكس المقال والمقال عكس المصطلحات. فالتلاميذ تقريبا وطنيا دخلوا بشعار مقال الحرب الباردة، مصطلحات الثورة، الشخصيات والتواريخ تأتي منوعة كما كان متوقع. نعم. وبالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد؟ نعم، شعبة التسيير والاقتصاد تقريبا كل التلاميذ كانوا يعتمدون على الدرس الأول اللي عنده كذلك 3 سنوات لم يتكرر. وقلت لك يعني حتى في المقترحات يتم استقراء المواضيع البكالوريا في 3 أو 4 سنوات الماضية. نعم. ماجستير 8 ماي كذلك كانت متوقعة في الثورة وعندها مدة ما تكررت، فالتلاميذ شعبة تسير واقتصاد وجدوا الأزمات الدولية. درس القمح في الجغرافيا عنده 3 أو 4 سنوات لم يتكرر، كان مقترحا بالدرجة الأولى، والشعب العلمية وجدوا القمح. في الموضوع الثاني دائما كنا نقول لهم يركزوا على جدول أسعار البترول في التعليق، لأنه دائما أسعار البترول في الساحة الدولية تعرف عدم الاستقرار، والجزائر احتضنت عدة مؤتمرات للأوباك هذه السنة، فتم التركيز على أسعار البترول ودور الأوباك في التحكم في الأسعار. يعني حتى المصطلحات كانت واضحة. أكيد الذين وجدوا ربما الفصل الثالث قد ربما ينزعجون بعض التلاميذ في أداب وفلسفة وتسير واقتصاد، يعني على دراية كثيرة بالتحصيل التلاميذ ومستواهم، قد ينزعجون شيئا ما من وجود الفصل الثالث جغرافيا وركزوا لهم على الاقتصاد الجزائري. وأكيد الذي يعرف نوعا ما ثقافة عامة على اقتصاد الجزائر، نقاط القوة فيه والاعتماد على المورد الواحد اللي هو البترول، وأكيد لا يعتمد على المضمون، أكيد أنه تكون لديه المعارف للإجابة على هذا المقال بسهولة كبيرة جدا. يعني حتى اللي ما يكونش حافظ الدرس ويعتمد فقط على الفهم خلال السنة الدراسية يقدر أكيد يجاوب على المتتبع للشؤون الدائرة به وبلاده واقتصادي. علاش قلنا هذه المادة أصبحت يجب أن تبقى في شهادة البكالوريا هذه المادة؟ لأنه لديها علاقة بالهوية، علاقة بالشخصية الجزائرية، علاقة باقتصاد الجزائر. فهذا التلميذ الآن يعرف ما هي مقومات القوة في الاقتصاد الجزائري للمحافظة عليها، ومعرفة مقومات الضعف من أجل التخفيف منها أو التقليص منها حتى القضاء عليها إن شاء الله. نعم، الأستاذ سليم أوفا أستاذ التاريخ والجغرافيا في الطور الثانوي، شكرا جزيلا لحضورك معنا، شكرا على كل هذه التوضيحات. العفو، وهنيئا لكل تلاميذ الجزائر على مواضيع التاريخ والجغرافيا في بكالوريا. يعني تتوقع نتائج إيجابية؟ أكيد أتوقع نتائج إيجابية جدا جدا جدا، وإن شاء الله هذه السنة ستشهد الأفراح وستدخل عدد كبير جدا من البيوت الجزائرية في شهر جويلية اللي هو شهر الاستقلال وشهر الأفراح في الجزائر بإذن الله تعالى. نتمنى ذلك أستاذ، ونتمنى التوفيق لكل المترشحين. شكرا لك أستاذ. إذن كما ذكرت تتواصل إذن اليوم الرابع على التوالي امتحانات شهادة البكالوريا دورة تجوان 2024، ويختم المترشحون في شعبة أداب وفلسفة امتحانات هذه الدورة بمادة التاريخ والجغرافيا في الفترة الصباحية، وهي المادة التي سيمتحن فيها المترشحون في باقي الشعب، في حين ستكون الفترة المسائية مخصصة لمادة اللغة الأمازيغية وهي مادة اختيارية. إذن وكان زملاء قد استطلعوا انطباعات التلاميذ خلال أو مباشرة بعد خروجهم من امتحان مادة التاريخ والجغرافيا منذ قليل فقط وبعدة ولايات، وقد كان تقريبا إجماع بأن الموضوع كان في متناول الجميع، موضوع تناول الحرب الباردة، وهي كانت أعتقد موضوع ضمن
المرشحات، وكان يعتمد الموضوع حسب ما ذكره الأستاذ التاريخ والجغرافيا الذي كان معنا يعتمد على الفهم بدرجة كبيرة، وبإمكان حتى التلميذ الضعيف الإجابة والحصول على نتائج يعني جيدة خلال امتحان شهادة البكالوريا، سواء بالنسبة للشعب الأدبية أدب وفلسفة أو حتى التسيير والاقتصاد، أين هو تاريخ والجغرافيا، هذه المادة معاملها كبير، معامل 4، وهي مادة أساسية بالنسبة لشعب الأدبية أدب وفلسفة الذين يختتمون صباح اليوم امتحان شهادة البكالوريا. وكانت غالبية الانطباعات يعني التلاميذ كانت مرضية. إذن مشاهدينا أهلا بكم مجددا في هذه الفترة الإخبارية المباشرة لتغطية امتحانات شهادة البكالوريا في يومها 4، وأسعد باستضافة ضيفتي السيدة بوستة سجية ممثلة الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. أهلا بك سيدتي وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا بكم على الدعوة. العفو سيدة سجية. كما أسعد باستضافة المستشار التربوي مصطفى فيوتمان. أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة سيدي. مشكورة وتحية لك ولمشاهدي قناة شروق نيوز. العفو. بداية سأبدأ معك سيدة بوستة، يعني شاهدنا الأولياء ومرافقتهم ودعمهم الكبير لأبنائهم خلال امتحانات البكالوريا ككل مرة. نعم، وبلك هذه المرة يعني كانت أكثر شوية حتى شفنا المدارس يعني المؤسسات اللي جوزوا فيها أولادنا كان اكتظاظ كبير للأولياء. للأولياء اكتظاظ اللي ما لاحظتوش أنا يعني قبل هذه المرة في السنوات الماضية. يعني الحمد لله بلك كاين القلقة هذه. يعني أنت تعتقدين بأنه هذا المرافقة الكبيرة هذه سنة راجعة إلى القلق؟ يعني أظن كان جوزنا سنوات شوية كان فيها يعني هذيك الضغط هذاك، دونك قعد زاد شوية. وهذه هي يعني يبقاو الأولياء توجور يعني يكون عندهم هذاك الخوف، وإن شاء الله يعني تكون فيها ولا خير ونتائج ملاح لأولادهم إن شاء الله. نعم أستاذ فيوتمان، يعني اليوم يختتم مترشح شعبة الأداب امتحان شهادة البكالوريا على ما أظن. ثانيك الفنون على ما أظن والفنون أيضا، فيما تتواصل الامتحانات لبقية الشعب. اليوم غد يعني يوم غد سيكون آخر يوم في امتحان شهادة البكالوريا، يعني هي امتحانات جرت في ظروف يمكن أن نقول بأنها عادية. المواضيع لحد الآن يعني انطباعات التلاميذ كانت غالبيتها في المتناول، على عكس ربما السنوات الماضية وإن كانت بعض الامتحانات اللي سببت حتى صدمة للمترشحين، هذا لم نشهده خلال هذه وأدب وفلسفة. نعم هذا لم نشهده خلال هذه الدورة. يعني كيف ربما تقدر تقيم لنا هذه الأربعة أيام من امتحان شهادة البكالوريا أستاذ؟ قبل ما أجيبك على سؤالك أتوجه بالتحية الخالصة إلى السلطات العليا في البلاد، وإلى وأخص بالذكر الجيش الشعبي الوطني، الدرك الوطني، الأمن الوطني، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، في تكاتفهم وتآزرهم ووجودهم في 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 جسد واحد من أجل أن يمر هذا العرس. هو حقيقة هو عرس تربوي، يمر هذا العرس في ظروف جد حسنة، وهذا ما لمسناه نحن كمربين طيلة هذه الأربعة أيام. أشيد بالنظام المحكم بالسهر على أن يكون هذا العرس عرس في 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 كل الجوانب، هو عرس نظام. نعود إليك أستاذ فيوتمان، كنت تتحدث يعني تقيم لنا باختصار الأربعة أيام من سير امتحان البكالوريا. مواصلة على ما طرحته. نعم. أنه نشوف هذا الكم الهائل من 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 الجهات المختلفة، سواء كانت أمنية ولا عسكرية ولا صحية ولا تربوية، كلهم مجندون لإنجاح هذا العرس
التربوي طيلة الخمسة الأيام. ولكن نقول أنا بكل جرأة نقول أين نحن ك ك ك كجماعة تربوية، جماعة تربوية كل في مهامه وكل في اختصاصه. هذا الطرح أنا دائما لما تكون عندي إطلالات إعلامية دائما نطرحه بحدة، لأنه نعرف باللي هو الركيزة الأساسية في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الراحة النفسية والراحة التربوية والراحة التعليمية في آخر المطاف. نعم. في آخر المطاف نحن كجماعة تربوية أين نحن في هذه المرافقة، سواء كانت مرافقة تربوية ولا مرافقة نفسية ولا مرافقة تعلمية، طيلة 5 سنوات الذي يقضيها التلميذ في الابتدائي، طيلة 4 سنوات الذي يقضيها التلميذ في المتوسط، طيلة 3 سنوات الذي يقضيها التلميذ في الثانوي. نعم. اليوم نقولها بكل جرأة، هناك اختلالات منا نحن كجماعة تربوية في أداء مهامنا التربوية وفي أداء مهامنا الإدارية وفي أداء مهامنا البيداغوجية وتحصيل حاصل أنه أبنائنا في آخر المطاف يكونوا مهزوزين نفسيا، مهزوزين تعليميا، لأننا ما رفقناهمش وما وجهناهمش وما هذبناهمش وما عطينا لهمش التضحية اللازمة من جانب التعليمي. وفي المخطاف نحن متذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء من حيث إخلاصنا لرسالتنا التربوية. لما نتكلم على الجانب النفسي أنا دائما نطرح لماذا، أنا من خلال مشاهدتي لقناتكم وتتبع في طيلة 4 أيام الوافدون على منبركم دائما يطرحوا الجانب النفسي ولازم التلميذ يكون هكذا ولازم ذوك أبنائنا التلاميذ راهم في 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 موجة الأسئلة في موجة الأسئلة داخل القسم وما يستناوش منا هذا الكلام، يستناو منا ما قدمناه نحن طيلة هذه السنوات في آخر المطاف، يكونوا مستعدين نفسيا، يكونوا مستعدين تربويا، ويكونوا مستعدين تعليميا. وحنا يا رانا جبدين وحنا ورانا نتفرجوا، رانا نتفرجوا لأن علاه وجدنا هذا التلميذ كل ما هو لازم باش يكون في هذه الفترة. اليوم ما تطرحش هذا الجانب النفسي. أنا بالنسبة لي اللي يجي لما يجي المستشار توجيه ولا يجي أي واحد يقول لك الجانب النفسي، لا أنا ما نوافقوش. الجانب النفسي نفقوا أبنائنا طيلة السنة الدراسية، وش قدمنا احنا يا احنا كتربويين ولا احنا كبيداغوجيين في 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 المؤسسة نتاعنا، يا هل ترى احنا وجدنا هذاك الفضاء المثالي داخل المؤسسة ورافقناه ووجهناه؟ نعم. كل في مهامه كل في اختصاصه. نعم. شوفوا السيدة أبو ستة، بما أنها ممثلة الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، هل تشاطرينه سيدتي نفس الرأي؟ في الحقيقة يعني هذا الميدان شوية يعني راهو حساس ولازم التعاون تاع الجميع عليها. نوك الاتحاد يعني الوطني لأولياء التلاميذ هي راهو الهدف الأساسي ديالو أنه يخلق تواصل بين العائلات والمؤسسات التربوية خاصة مع الأساتذة. هذه هي باسكو الأستاذ وحده كما نقول لهم كل مرة، يعني أنا نفهم الأساتذة من جانب أنه يقابلوا عدد كبير من التلاميذ، وحنا ديفوا في الدار برك واحد ولا زوجها ويصعب علينا الحال في الوقت الحالي أنه نعطيو لهم هذاك الحافز للدراسة ولا الحب تاع يعني التعلم. ويعني إن شاء الله هي راح يكون نديروا خطوات بهن باش التواصل اللي يكون بيناتنا بين الأولياء والمؤسسات التربوية عبر الفروع المدرسية وعبر النشاطات الثقافية والرياضية اللي راح إن شاء الله يعني رانا بدينا نديروا فيهم، وخاصة كاين مشروع منصة تواصل بين الأولياء والأساتذة باش المحتوى الدراسي يكون عند يعني يكون عند الأولياء ويقدروا لي وليده يشوفوا ما وش يكتب ولا يعاود يلقى المحتوى تاع الأستاذ ديالو. هذه مهمة جدا، حتى المحتوى الدراسي ولا يعني منصة على الانترنت راهو اي نعم منصة على الانترنت. ودرنا تجربة في ثانوية محمد بوضياف بالدار البيضاء، رانا بدينا دوك يعني ما لحقناش للمستوى النهائي اقسام يعني رانا درنا كاين زوج اساتذة تجاوبوا معنا يعني في الحقيقة وبداو يسجلوا محتوى الدروس تاعهم ونحطوه على المنصة، ويعني الاولياء يقدروا يطالعوا على هذاك. حتى المشكل راهو يعني في التلاميذ اللي ما مش فقط هذه المنصة للاولياء ولا حتى منصة
التواصل، منصة التواصل بين التلميذ والولي والإدارة كذلك. خاطر في المنصة هذه رانا نحطوا أول يوم يروح الوالي حتى للمدرسة ولا المؤسسة باش يشوف يعني الإعلانات، راح يقدر يشوفهم في هذا منصة التواصل اللي بين يعني تخلق همزة توصل بين العائلات والمؤسسة التربوية. نعم تفضل أستاذ. وزارة التربية الوطنية ما غفلتش على مثل هذه الأمور وجسدتها في 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 دفتر المراسلة. هذه المنصة التواصل هي حاجة منيحة، تدخل فيها الرقمنة حاجة منيحة، تتقرب بين المربي وبين بين الوالي، ولكن هناك كذلك وصل بين المربي والوالي والأستاذ هو دفتر المراسلة. دفتر المراسلة هذا اللي هو حلقة وصل بين الوالي والتلميذ والإدارة والأستاذ، إلى أنه بحكم تجربتنا داخل الميدان، هذا دفتر المراسلة راه مغيب في المؤسسات التربوية. لأنه علاه أنايا كتربوي داخل المؤسسة عندي حيز في مهامي، داخل القسم الأستاذ عنده حيز، لأنه علاه داخل القسم الأستاذ يشوف القدرات التعليمية للتلميذ، إذا كان شاف نقص يقدر يتواصل مع الوالي من خلال كتابة بعض التوجيهات اللي يقدر الوالي من خلال الضغط نتاعو خارج المؤسسة خدمة كذا، يقدر من خلالها مع الـ مع الـ مع الـ مع الزوجة ولا مع الأخ الأكبر ولا الأخت الكبيرة، يقدروا يتواصلوا يهذبوا سلوك تاع التلميذ، كذلك من حيث السلوكات، من حيث الواجبات، من حيث الفروض، من حيث نقاط الفروض، من حيث نقاط الاختبارات، هذه كلها راهي مغيبة في دفتر المراسلة. والوالي هنايا يقول لك أنا لم أبلغ بالقدرات تاع الابن تاعي والمشاكل التي يعانيها داخل المؤسسه. دفتر المراسله راه مهم جدا للتواصل وحلقه وصل بين الوالي وبين المدرسه. نعم، لكي نعود فقط لامتحان شهاده البكالوريا، هناك نقطه مهمه سيده بوستالو لو تفصلي لنا فيها اكثر، انه الاولياء فعلا هناك دعم لأولادهم، ولكن في كثير من الأحيان يكونون السبب الرئيسي في الضغط على أبنائهم. يعني أنت كممثلة لاتحاد أولياء التلاميذ ربما كيف ترين هذا النقطة تحديدا؟ هذه في الحقيقة يعني الجانب النفسي تاع الأولياء حتى هو يدخل، كما كنا نهضر على الجانب النفسي تاع التلاميذ، حتى المتابعة النفسية للأولياء ولا المتابعة على الأقل باش يعرفوا الأثر تاع السلوكيات تاعهم على أولادهم. رانا هذا الجانب ثاني إن شاء الله يعني راح نخدموا فيه في نطاق التوعية تاع الأولياء باش يكونوا سند حقيقي ماشي يعني إعاقة. سورتو كي كاين ميم طلبة شتهم قبيلة قال لك أنا نجيب الباك اليما، يعني فريمون باش ولات هي مليح، ماشي حاجة ماشي مليحة، كونترير يعني بالحب تاع الأولياء تاعهم يحبوا يعطيوهم هذه الهدية، ولكن ما لازمش ننتقدوا الجانب السلبي. ولا الجانب السلبي أنه رانا يحس الطالب اللي فريمون راهم يستناو منه يجيب الباك، هذه ما لازمش، صديق هو دوك احنا نساندو بمعدل كبير. أيوة احيانا يتجاوز قدرة تلميذ، هذه هي يعني لازم على الاقل نوفروا له. انا واش نقول لهم كل مرة اعطي له الحب برك، حب يحس روحه في امان. كي نحسوا التلميذ بالصغر ولا حتى اللي يولي طالب جامعي من في الجامعة، كي نعطيو لهم احنا الدور تاعنا كاولياء هو الرعاية والحب والامان. دونك كي يلقى هذا الشيء من الاولياء تاعو راح ان شاء الله يعني. وهذا واش نوصي للاولياء يعني العام هذا ولا العوام الجايين، يحسوهم بالحب ايا كان يعني النتائج ولا ايا كان واش راح يكون في المستقبل، راه دوكا في امان وراه محبوب، وربي ان شاء الله يوفقهم كامل. اذا ارحب مجددا بضيوفي في البلاتو، السيده بوستاساجيه ممثله الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ، اهلا بك سيدتي مجددا. كما أسعد باستضافة المستشار التربوي مصطفى فيوتمان، أهلا بك مجددا سيدي. سعيد مرة ثانية بتواجدي معكم. العفو أستاذ، كان لديك تعقيب حول ما قالته سيدة سجية بوستا حول متابعة والدعم الأولياء لأبنائهم خلال فترة الامتحانات. شوفي الأخت الفاضلة، شوفي نجاح أبنائنا في آخر المطاف هو التكافل الجماعة التربوية والأولياء في المرافقة في التوجيه وفي
التهذيب والتعليم. أنا كما قلت في عدة محطات أن المدرسة في بعض الأحيان أنها لا تقوم بهذاك الدور اللازم في المرافقة وفي التوجيه وفي التهذيب والتعليم داخل المدرسة، لأنه هذه مهمنا وعدنا واجبات نجد أبنائنا رغم الظروف القاسية في بعض الأحيان اللي نمر منها. بصح هذا ما يمنعش أننا نؤدي الواجب نتاعنا إلزاما والتزاما من أجل نجاح أبنائنا. والنجاح ما يجيش فقط في النجاح التعليمي. القانون توجيهي 0804 يحدد الآليات كيف نبني هذا الفرد، بمقومات في آخر المطاف الوطن تاعو يحتاجه، متشبع بالقيم الدينية وبالقيم الوطنية بالقيم الاجتماعية في آخر المطاف، يكون منتمي له ومضحي من أجله. اليوم أنا كيما نعاتب المدرسة وجماعة التربوية في بعض الأحيان ما يقوموش بالواجب نتاعهم داخل المدرسة، هم مسؤولين، كيما نعاتب أولياء التلاميذ اليوم صبحوا في بعض الأحيان رسخوا في ذهن أبنائهم بأن المدرسة ما راهيش تقوم بالواجب نتاعها. اليوم الدولة الجزائرية حارسة كل الحرص على أنه توفر كل الجانب المادي والجانب التربوي والجانب البيداغوجي من أجل مرافقة أبنائنا وفي آخر المطاف نجاحهم. اليوم أنت كيف تتصوري أنه المدرسة بما فيها من برامج، من أساتذة بيداغوجيين، من مؤطرين تربويين ونفسانيين، اليوم الأب يزيد عبء آخر هو أنه يصرف الدراهم طائلة من أجل أنه ظن منه أنه هذاك الفضاء اللي راه يروح ليه هو الملاذ الأمثل لنجاح أبنائنا، ومن بعد أبنائنا يدخلوا في دوامة رهيبة من حيث الضغط النفسي، وفي آخر المطاف ما راش متأكد لا ينجح لا ما ينجحش. المدرسة فيها دراسة أكاديمية، فيها مؤطرين، فيها مفتشين، فيها برامج، فيها أسس تاع نظام وانضباط، كيف التلميذ كيف يدخل المدرسة تاعو، كيف احنا نوجهه، كيف نخلقوا آليات نظامية انضباطية، كيف يدخل القسم، كيف يريح، كيف ينتبه، كيف نعلموه، كيف يسأل، نعلموه الوحدات، كيف ننتقلوا من وحدة للوحدة، في آخر المطاف نديروا حوصلة، وبعد في آخر المطاف يكون متشبع بالقيم البيداغوجية، وفي آخر المطاف هو نجاحه. إلى أنه الأولياء، ونحملكم المسؤولية الكاملة في استدراج أبنائنا إلى فضاءات غير مهائية، فضاءات قاسية. كنت أنا قلتها في تدخلي مؤخرا، أنه تشوفي يعني دورت هذه يعني كم رهيب من أبناء التلاميذ في ظروف قاسية، ما يفوق 1000 تلميذ، وضعية الجلوس تاعهم، البعد بينه وبين اللي راه يأطره، ويقول له أرواح ندير لك أنا دورة في ظروف تاع ربع سوايع، ندير لك الآلية تاع الفهم داخل المؤسسة. يا سبحان الله، هكذا خلاص نحبسوا المدرسة ونروحوا لهذه الآليات اللي راهي تشكل خطر. اليوم لازم، ونقول هذا من هذا المنبر، الواقفون والصاهرون على المدرسة من وزارة التربية الوطنية ومن وزارة الداخلية ومن وزارة التجارة أن يضربوا بكل ما أتيوا من قوة في إطار ما يسمح لهم به القانون، باش ينحون هذا المشكل الرهيب اللي راه ينخر الجانب الرسالي للمدرسة. المدرسة عندها كيان، المدرسة عندها ضوابط، المدرسة عندها مهام، المدرسة عندها غايات لتكوين هذا الفرد. اليوم هذه الفضاءات خلقت لنا تلاميذ غير منضبطين. اليوم في آخر المطاف الوالي والتلميذ يقول لك أنا جبت الباك تاعي بدرهمي، ما جبتوش بالمدرسة، وهذا شيء خطير. لازم الصاهرون على 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 المدرسة أن يدخلوا في أسرع وقت، لأنه الخطر راه يداهم المدرسة في كيانها وفي غاياتها وفي في 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 أهدافها. وأنا نحمل مرة ثانية، معذرة سيدتي، أنا نحمل المسؤولين الأولياء، لأنه أنا مؤخرا يجي لي الولي تلميذ يقول لي أنا نخرج الابن تاعي
انا على بالي واش راه وراه دايو، على بالي انا وراه دايو. يقول لي نخرج، انا تخرج وليدك يقول لي راه دايو للدروس الخصوصيه والمدرسه ماهيش تقوم بالواجب تاعها. اذا كانت المدرسه ماهيش تقوم بالواجب تاعها يقول لك ما همش يقروا. يا سيدي نفتح قوس ونقول بالك عندك الحق. ولكن المشرع دار اليات، الاليات متمثله في جمعيه اولياء التلاميذ. معظم جمعيات الاولياء التلاميذ راهي غايبه على الدور تاعها المرافقي داخل المدرسه وجمعيه اولياء التلاميذ. هو شريك اجتماعي، راهي هنا معنا ممثل. اي هو شريك اجتماعي، راهي مخيبه داخل المدرسه. وانا ما عنديش الاليات القانونيه، انا قلبي يقطر نشوف وليدي رايح الفضاءات عنده حجم ساعي طيلة الأسبوع متمثل في 32 ساعة ولا 31 ساعة ولا 33 ساعة حسب الشعب. نعم. يروح الفضاءات أخرى اللي ينهار عقليا وينهار جسديا وينهار نفسيا، ومن بعد في آخر المطاف إذا ما تحصلش على شهادة التعليم المتوسط ولا شهادة التعليم البكالوريا يحمل المسؤولية للمدرسة. بما أنه راهي هنا معنا ممثلة الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، واش تردي على سيدتي؟ أنا يعني نشارك في الرأي في جانب برك من هذا الأمر، أنه دايوغ جايب جانب حساس. كي تشوفي شهادات تاع أولياء اللي أولادهم دي فوا يروحوا للمؤسسة، ومن بعد خاصة نقولوا على الأقسام النهائية. نعم. خاصة الأقسام النهائية يلقاو روحهم، يلقاو روحو واحد ولا زوج ومات الأستاذ ما يقريهمش، ولا أصلا بالك كيما أو هدر عليها يعني في الأول، كاين ربما نقص في التأطير تاع الأساتذة اللي يكونوا متمكنين من المواد ولا حاجة. هذا جانب يعني خفيف. وكاين حل باش ما نهضروش بزاف على المشكل، الحل انا في رايي لا لازم اليوم نهضروا على المشكل، نهضروا عليه المشكل باش نلقاولو حل، ما نكثروش الهضره فيه باسكو هو وحساس، يعني موضوع حساس. ما همش الاولياء وحدهم اللي راهم مسؤولين على هذه الظاهره. هذا اكيد هذه الظاهره راهي جات خاطر ولادنا كاين يعني ديكا ماهوش واحد ولا زوج كي يروح للمدرسه سوا ما يفهمش، كاين اكتراث. وحنا عبر المنصه هذه اللي كنا بديناها دايوغ فهاديك كتجربه اوليه في ثانويه بوضياف، انه نخلقوا فضاء اللي يكون فيه المحتوى متاح. نعم. ومن بعد نديروا يعني تجربه القسم المعكوس، خاطر الاستاذ راهو يروح له وقته في التلقين تاع الدرس. ودوك رانا مع التكنولوجيات اللي راهم كاينين درك الدروس متوفره، يعني في الدار يقدر يشوف المحتوى التعليمي برك، لازم يشوف من اللي يعاونوا. ما كاش اللي يحل محل الاستاذ في القسم، لان الاستاذ هو الركيزه الاساسيه. هذه النقطه في هذه النقطه فقط استاذ، في نقطه الدروس الخصوصيه والاستاذ في القسم. هنا ايضا نطرحوا موضوع كثافة البرامج. كثافة البرامج، برامج طويلة، يعني الأستاذ ما يقدرش يحل تمارين اللي تخلي التلميذ متمكن من تلك المادة. يعني الأستاذ يقول لك أنا لازم نكمل البرنامج، ما يديرلوش يعني التمارين اللي يولي التلميذ يلجأ لدروس خصوصية لاستكمال هذا النقص. نعم، ندخل برك في هذا النقطة. نعم. خاطر هذه نقطة مهمة، هذه يقدر يكون الحل ديالها انه نوفروا وقت للاستاذ في القسم. سيتادير كو احنا ما نقدروش نستغناو على الاستاذ، وكاين الماده التعليميه راهي متوفره في كل بلاصه. كيما نقول انا لولادي ما كانش عصر كيما هذا وين بصح ولا يخفوا من البرنامج، ولكن مهم انه يكون عندهم. انا جربتها في ولادي، كي نقول له شوف هاو كاين استاذ في اليوتيوب ويعني ما شاء الله ما كانش اروع والدروس تاعو مليح، بصح ما يقراوش وحدهم خاطر هو يحب يحوس للجانب الانساني، يحوس العلاقه تاع شكون اللي راهو يتبع فيا، شكون اللي راهو يعلمني. دوك الاستاذ ما نقدروش نستغناو عليه. وشنو يقدر هذاك الاستاذ؟ كيما قلت دوك برك هدرت على بيداغوجيه القسم المعكوس، انه يستعمل هذه التكنولوجيا اللي كاينه باش يخلي التلميذ يشوف المحتوى ومن بعد يجي للقسم يتابعوا. صح، يولي عنده الوقت، الاستاذ ما يوليش يجري لازم نكمل برنامج. التلميذ لأنه عنده مشكل كبير ومشكل مطروح خاصه بالنسبه للسنوات النهائيه. شوف يا سيده، انا كنت في حصه تاع قادة عمار على المباشر، كنت راح تطرح لي السؤال هذا بالنسبه لكثافه البرنامج، وانا قلت انا يا بكل جراه قلتها كثافه البرنامج هي عباره عن فزاعه. لان علاه؟ لانه الحياه نتاعنا كلها كثافه من اللي نوضوا. لا استاذ، صبرا جميلة، صبرا حتى احنا عندنا اولادنا وانت معليش سيدة. برنامج يعني شوف يا سيده، ما يمنعش
هو المشكل تاعنا احنا ماناش مخلصين وماناش مضحين العمليه اللي يسحقها التلميذ اليوم. حنايا هو نقطه من النقاط. نعم. هي نقطه من النقاط بصح ما نديروهاش كسبب رئيسي. لا لانه علاه لانه لما نشوفوا كثافه البرنامج تقولي كثافه البرنامج انا نعطيك مثال على سبيل المثال مدرسه اشبال الامه. مدرسه اشبال الامه نسبه النجاح نتاعها 98.98% وفي المتوسط كما العام اللي فات 100%. لكن يختاروا التلاميذ النجباء. لا ماشي التلاميذ النجباء. المعدلات تكون ممتازه. لا لا ماشي ممتازه. المعدل من 12 ونص حتى وما فوق. احنا نشوفوا هناك 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 تلاميذ يجونا من المتوسط بمعدل 16 و15 ومن بعد في 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 في, في, في الثانوي ينهار. شوفي سيده الاساسيات الاساسيه هي انه ما كاش المتابعه ما كاش. اليوم سيد وزير التربيه الوطنيه دار المكتسبات القبليه في الابتدائي. نعم. كيف فهمتني؟ فهمت المكتسبات القبليه في الابتدائي يعني حصروا وضعيه كل تلميذ القدرات تاعو التعلميه ونديروا له دفتر البيداغوجي. هذا الدفتر البيداغوجي يرافقه في المتوسط ويرافقوا في الثانوي. اليوم الحوصله هاي دارت في الابتدائي ومشكورين على ذلك الاساتذه والصاهرين على 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 ابنائنا في الابتدائي. يعني داروا الجهد وهذا العمل. وكانت ندوه في الصيف اللي فاتت كانت ندوه على تقييم المكتسبات في في في, 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 في الطور في الطور الابتدائي. نعم. وألزم في المتوسط أن أنه يكون 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 الجانب المتابعي. نعم. يا هل ترى هناك دفتر البيداغوجي لكل تلميذ. احنا في المتوسط رانا متابعين هذو التلاميذ خطوه بخطوه. ما نقولوا مثلا في الفرنسيه ولا في الرياضيات ولا في العربيه ولا عنده نقص تعلمي. ما هي الاليات الترافقيه ولا الاليات البيداغوجيه اللي من خلالها نحن كجماعه تربويه. نعم. نعم. في التدعيم لابناء التلاميذ. نعم. نعم. اذا كانت هذه انطباعات التلاميذ مباشره بعد خروجهم من امتحان ماده البكالوريا والذين اجمعوا على ان الامتحان كان في المتناول. ربما كانت عندك اضافه سيده بوستعلى ما قاله الاستاذ. نعم. يعني كاقتراح لهذه المشكله تاع الدروس الخصوصيه باسكو راهو مشكل كبير وحتى الاولياء ما روش في صالحهم انهم يلقاو روحهم يعني يصرفوا دراهم وكاين كما قالها اموال طائله. نعم. كاين اللي يحط 10 ملايين ومن بعد وليده ولا بنته ما تجيبش اكثر وما يجيبش 300000 الحصه الواحده. إيه وما يجيبش اكثر واكثر. وكان بعض الاشباه يستغلون الفرصه هذه لجلب اموال طائله على حساب ابنائنا. احنا حبينا وعلى حساب رساله يعني التعليم نطرحوا اقتراحات. الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ رانا يعني نحضروا رحنا في مشاريع هكا حبينا نقدموهم للوزاره. مثلا هذه المشاريع باختصار لانه الوقت من بين أستاذها. المشاريع انه هذه المنصه تاع التواصل زائد اقتراح بيداغوجية القسم المعكوس باش يولي الاستاذ عنده الوقت في القسم التمارينات هذوك ولا ايا كان واش يديرها كم تطبيقات في المنزل التلميذ راح يديرها في القسم ويشوف الدرس تاعو كسوا درس تاع استاذ تاعو ولا يكون عطى لهم درس راهو موجود علاه ما نستعملوش. نعم. المحتوى اللي راهو شنو من توجيه الاستاذ. نعم. ويكون نتبعوا الاولياء يكون عندهم المحتوى التعليمي تاع الاستاذ على المنصه هذه تاع التواصل اللي تسهل باش نعرفوا الاستاذ وين راه لاحق ولادنا واش كتبوا واش ما كتبوش واش لازم يديروا. هذه هي بعض الاقتراحات. اليوم صباح الوالي وخاصه النساء الصبح هم داخل البيت عيب اخر من خلال بعض يعني عيب فعلاً. اخر في تدريس ابنائهم وما يحملوش هو الجانب البيداغوجي للتلميذ ويعني يصبحوا في صراع كبير مع ابنائنا مع 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 اولئهم. وهذه ثاني نقطه اصبح انه. نعم. الولي يقول لك انا هضمت البرنامج تاع ولدي. انا وليت حافظ البرنامج تاع ولدي. وهنا هذه نقطه الوصايه باش تعاود تبني الاليات. نعم. البيداغوجيه لابنائنا من خلال المناهج واللي هضر عليها وزير التربيه الوطنيه في السنه الماجيه ان شاء الله بربي راح يكون تخفيف البرامج من في نتمنى في ذلك في الابتدائي. نعم. ان شاء الله. نعم. كاين رغبه ان شاء الله بربي بإذن الله تعالى
في صالح أبنائنا التلاميذ. نعم، المستشار التربوي مصطفى فيوتمان، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، شكرا لحضورك معنا. سعيد أنا كذلك بتواجدي معكم. العفو سيدي. مشكورة أيضا السيدة سجية بوستا، ممثلة الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا، وإن شاء الله ربي يوفق أولادنا كامل. نتمنى التوفيق لكل المترشحين. نعم، لامتحان شهادة البكالوريا. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الفترة الإخبارية، في أمان الله.